مصر. مصر هي أكبر دولة في العالم العربي. مصر من أهم الدول العربية. مصر طبعا بحكم موقعها الاستراتيجي، بحكم إن هي جنب إسرائيل، بحكم عدد سكانها، بحكم حضارتها وتاريخها. مصر أي حاجة بتحصل فيها على طول بتأثر حواليها، أو دول الجوار بيتأثر بيها. مصر لما كان زمان مستعمرة، كل الناس كانت مستعمرة، العالم العربي يعني. مصر لما خرجت الاستعمار، كل البلاد العربية ما بقاش في عندها استعمار. مصر لما عملت سلام مع إسرائيل، أو لما كانت مع حرب مع إسرائيل، كان كله في حرب مع إسرائيل. مصر لما عملت اتفاقية سلام، كل الناس عملت اتفاقية سلام مع إسرائيل بشكل أو بآخر. هنتكلم في الفقرة دي عن الأحداث اللي بتحصل في مصر، طبعا حضراتكم عارفينها وحافظينها بالتفصيل مع ضيفي، وفي نفس الوقت بنشوف بلاد الجوار بتتأثر ازاي. الدكتور بشير عبد الفتاح، مدير تحرير مجلة الديمقراطية بالأهرام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. نهارك سعيد. صباح الخير يا دكتور بشير، والنهارده كده هنتكلم عن حاجات كتير. في الأول بس، اسطنبول أول امبارح عملت مؤتمر استضافت فيه أصدقاء الشعب السوري. خلاص، اعترف المشاركين في المؤتمر ده بالمجلس الوطني السوري ان هم ممثلا شرعيا لجميع السوريين. وكان حاضر في المؤتمر الامين العام لجامعه الدول العربيه الدكتور نبيل العربي. انت شايف ان المشهد ده ممكن يغير كتير الفتره اللي جايه، ولا هيكون عامل ازاي؟ الحقيقه احنا عندنا في سوريا المشهد يمكن ان يقرا من زاويتين، زاويه سياسيه وزاويه عسكريه. من حيث الزاوية السياسية، ما جرى في اسطنبول يعتبر خطوة مهمة وجبارة على الطريق السياسي، وهو الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كمعبر أو كممثل شرعي وحيد للشعب السوري. ولكن على المستوى العسكري، للأسف مؤتمر اسطنبول زيه زي باقي المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية عجز عن اتخاذ خطوة جادة على طريق إحداث نوع من التوازن العسكري في مواجهة جيش بشار الأسد. معروف ان نظام بشار الاسد بيحتكر قوات الجيش والشرطه، وبالتالي هو ينكل بالشعب السوري، وكل يوم نحن بصدد حوالي 100 او اقل من الشهداء السوريين. هناك خلل في موازين القوى ما بين سواء الجيش السوري الحر والثوار والمتظاهرين من جهه، وبين جيش النظام السوري من جهه اخرى. حتى الان هناك مخاوف اقليميه ودوليه من تسليح الجيش السوري او من دعم الثوار والمتظاهرين بسلاح في محاولة لإحداث نوع من التوازن في القوى، وده مخافة الحرب الأهلية، أن تتحول سوريا إلى ساحة للحرب الأهلية تمتد شرارتها إلى دول الجوار الإقليمي التي يمكن أن تتضرر من هذا الموضوع. وطالما أن موازين القوى ظلت مختلة ولم تتسع هوة الانشقاقات داخل الجيش السوري النظامي، وطالما بقي الجيش السوري ملتفا حول نظام بشار الأسد، أتصور أن مسلسل الدم والقتل في سوريا سوف يستمر، وإن انتقلت الشرعية السياسية من النظام إلى المجلس الوطني السوري. دكتور، تركيا هي أكبر حدودها هي مع سوريا. نعم. وعدد كبير جدا من الناس اللي بتطلع من سوريا وبتروح لتركيا، وتركيا كذا مرة تطلع وتصرح بأنه لازم يبقى في منطقة عزلة ما بينهم وبين بعض عشان الناس اللي عمالة تخش في تركيا. دلوقتي الجدل ما بين نسلح الجيش أو الجيش الثوار السوريين ضد الجيش بشار الأسد، كلنا خايفين على أن يبقى في حرب أهلية. سيادة المشير طنطاوي طلع وقال أنا بحذركم إنه لو عملنا ده يبقى هنوصل للمرحلة بتاعة الحرب الأهلية. طيب، إحنا ليه حاسس إن طول الوقت عاملين واقعين في 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 ميزان مش عارفين نروح الطبة دي أو الجهة دي أو الجهة دي؟ ليه دايماً إحنا واقفين في النص؟ في حد عايزنا نفضل واقفين في النص؟ وسؤالي ده هيبقى تابعه حاجة تانية. اللي بيحصل في مصر ان احنا طول الوقت احنا في النص، مش عارفين احنا رايحين هنا او الكتله دي اللي هتنزل وهتبقى هي دي المسيطره، ولا الكتله دي اللي هتبقى مسيطره. خليني اقسم سؤال حضرتك لشقين، الشق الاول خاص بسوريا ومن خلاله نعرج او ننتقل الى الشق الخاص بمصر. تمام. فيما يتعلق بسوريا، للاسف الحاله السوريه غايه في التعقيد، بمعنى انت لديك تنوع اثني وديني رهيب داخل سوريا.
يمكن سوريا بتصنف من أكثر الدول العربية عدم تجانس، يعني الأقل تجانسا على مستوى الدول العربية، عكس الحالة الليبية تماما. عندك يعني أقليات إثنية مختلفة داخل سوريا، تنوع ديني وعرقي وطائفي ومذهبي بشكل كبير، وبالتالي هناك مخاوف من تفكك الدولة السورية نتيجة لأي عمل عسكري. أيضا دول الجوار السوري هي الأحرص على عدم استخدام الأداة العسكرية داخل سوريا، يعني تركيا على سبيل المثال تخشى من مسألة الأكراد. أكبر عدد من الأكراد موجود في تركيا وهم موزعون على تركيا والعراق وإيران وسوريا، ولكن أي عبث بالفسيفساء الإثني داخل سوريا يمكن أن يؤدي إلى انشقاق الأقلية الكردية، وبالتالي هذا يحرك نظيرتها أو مثيلتها داخل تركيا وإيران. أضف إلى ذلك أن من يحكم سوريا هم أقلية علوية، استطاع نظام بشار الأسد أن يزرع بداخلهم مخاوف من أن يؤدي سقوط نظام العلوي، النظام العلوي الحاكم في سوريا، إلى أن يصبح هؤلاء مثار انتقام من باقي الأقليات، لا سيما الأقلية السنية أو الغالبية السنية. وبالتالي هناك حساسية في التعامل مع الملف الإثني، إضافة إلى جوار إسرائيل على سبيل المثال. بالنسبة للحالة المصرية، نحن عانينا كثيرا من ما جرى في ليبيا وما تأثرت به الحدود المصرية الليبية وفكرة تهريب السلاح والعناصر الخارجية على القانون. نحن لا نريد أن نفتح جبهة جديدة على الحدود الشرقية فتصبح مصر محاصرة من الشرق والغرب بتدفق الأسلحة والخارجين على القانون في ظل حالة الارتباك الأمني، وأن جهاز الشرطة المصري لم يتعافى بعد من الضربة القوية التي تلقاها. القوات المسلحة أيضا سوف توزع مجهودها ما بين حماية الحدود وحماية الداخل المصري. وبالتالي الحالة السورية غاية في التعقيد، لا يوجد قرار دولي موحد بشأن إجراء عسكري تجاه سوريا، نحن نعلم الموقف السوري والموقف الروسي والصيني، إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حماية لمصالح إسرائيل لا تريد أن تحدث زلزالا سياسيا وعسكريا داخل سوريا، لا سيما وأن النظام السوري هو الأفضل بالنسبة لإسرائيل وأمريكا، هذا النظام يفضل أن يقتل شعبه ولا يوجه رصاصة واحدة ضد إسرائيل لتحرير الجولان. وبالتالي الحزبة معقدة وداخل فيها سياسة داخلية مع خارجية مع أوضاع إثنية. أعرج من ذلك مباشرة إلى السؤال اللي تفضلت به حضرتك، الشق الآخر وهو الخاص بمصر، مسألة الوقوف في منطقة وسط. يبدو أن الشعوب العربية غالبا برغم الربيع العربي لا تميل إلى التغييرات الجذرية، يعني فكرة إبقاء الحال على ما هو عليه، والحقيقة أن ده فكر دايما المؤسسات العسكرية في العالم كله. يعني الجيش المصري زي أي جيش في العالم لا يميل إلى التغيير الجذري، وإنما يفضل الاستقرار بشكل كبير، حتى لو كان الوضع يتطلب أنه هو لازم ياخد تغيير جذري، لأنه زي ما أنت بتقول حضرتك أنه ممكن يحصل الشعب يفور بقى ويحصل مشاكل وحرب أهلية والبلد تقع خالص. يعني مفيش ضروريات، مفيش طوارئ للقاعدة دي، لكسر القاعدة دي. حضرتك المنتاليتي أو طريقة تفكير العسكريين على مستوى العالم تميل إلى التغيير البطيء المتدرج المحكوم، ولا تميل إلى التغيير الفجائي الذي يحدث خلخلة في المجتمع، خصوصا وأن الجيش في الدول العالم الثالث وفي مصر تحديدا يعتبر نفسه المسؤول الأول والأخير عن الاستقرار في البلاد. يعني حينما انهار جهاز الشرطة أو كاد، كان الجيش هو الذي يقوم بدور الشرطة والجيش معا. حينما كانت المخابز تعاني من مشاكل حقيقية، كانت مخابز القوات المسلحة هي التي تقوم بهذه المهام. وبالتالي الجيش يشعر بوطأة المسؤولية من أي تغيير جذري أو ارتباك حقيقي في المجتمع، وهو بالتالي يميل زي ما تفضل الأستاذ أشرف لفكرة الوقوف في منطقة وسط أو ضبط إيقاع التغيير بحيث يمضي بشكل بطيء ويمكن التحكم فيه. هذه واحدة. ثانيا، أن الجيوش بطبيعتها يعني تميل إلى إدخال نوع من عمل أو إحداث نوع من عمليات التجميل لأنظمة قائمة بدلا من تغييرات جذرية في هذه الأنظمة. وبالتالي نحن الآن في مصر بصدد حالة من معالجة نظام يوليو وليس الإطاحة بنظام يوليو. يعاد إنتاج هذا النظام بشكل أفضل بعد التخلص من الحمولة الزائدة. الحمولة الزائدة مبارك، التوريث، أحمد عز، صفوة الشريف، زكريا عزمي، كل هؤلاء كانوا يشكلون حمولة زائدة على نظام يوليو. وبالتالي في تصور المتواضع أن نظام يوليو بعد ثورة 25 يناير يعاد إنتاجه مرة أخرى، ولكن بعد نوع من التجميل، بعد نوع من الإصلاح، بعد نوع من التحديث. أما فكرة تغيير جذري حسبما تتطلب الثورة لم يحدث في مصر، مثلما لم يحدث في أي دولة عربية أخرى. وبالتالي ما جرى يطرح سؤال، هل كنا بصدد ثورة متكاملة الأركان أم انتفاضة شعبية أدت إلى إحداث تغييرات وزلزال في نظام سياسي يعاد إنتاجه بشكل أو بآخر؟ أنا خايفة أنه الموضوع يبقى بيتلخص في أنه لكل ثورة وليها ضحايا، فهم دول الضحايا اللي راحوا، هنرجع تاني من أول وجديد. هي الحقيقة كل ثورة لها تكلفة، ما فيش شك، ويمكن قدرة الشعب على تحمل تكلفة الثورة هو الذي يحدد مدى استمرار الثورة أو توقفها عند نقطة محددة. يعني الثورة لها تكلفة أمنية وكلنا عشناها وهي غياب الأمن، لها تكلفة اقتصادية، التدهور الاقتصادي أيضا الذي عايشناه جميعا، لها تكلفة سياسية وهي حالة الارتباك السياسي، لها تكلفة اجتماعية وهي ما يحدث من ارتباك في السلوكيات الاجتماعية للمواطن المصري.
كلما كانت قدرة المجتمع عالية على تحمل أعباء الثورة كلما أمكن استكمال الثورة. يعني ممكن تستمر سنة سنتين، الثورة ليست مدة يوم أو يومين أو أسبوع أو شهور، وإنما الثورة تستمر إلى حين تحقيق الأهداف. الثورة الفرنسية استمرت سنوات، الثورة الإيرانية، ثورة مصر أيضا كان من المفترض أن تستمر لسنوات، ولكن قدرة الشعب على تحمل التكلفة لهذه الثورة هو الذي يحدد. في تصوري أن ثورة مصر لم تكتمل حتى الآن، ولا أتصور أنها سوف تكتمل، وإنما سوف تصل إلى حلول وسط اللي تفضل الأستاذ أشرف بالسؤال فيها، وإن إحنا سوف نقف عند نقطة وسط، نطيح ببعض رموز الفساد في النظام السابق ونحاول أن نصلح الأوضاع قدر المستطاع، ولكن هذا يتوقف على قبول الشعب بما جرى. يعني إذا كانت عملية الإصلاح والتجديد والتجميل للنظام سوف ترضي الشعب، ربما يتم القبول بما جرى. أما إذا لم ترضي فنحن سنكون بصدد موجة ثورية جديدة أو ثورة جديدة لإحياء الثورة القديمة، خصوصا إذا لم تحقق الأهداف التي كانت مرجوة منها. الأستاذ خيرت الشاطر وترشحه لرئاسة الجمهورية بناء على طلب من الإخوان المسلمين والحرية والعدالة، وصوله لأنه هو اللي يبقى مترشح لرئاسة الجمهورية. كثير من الأقويل في الشارع المصري بيقول لك أن أنت وكده بتفتتوا الأصوات الخاصة بالإسلاميين، وأقاويل تانية بتقول حلو كويس عشان نتلم كلنا ورا مرشح واحد ضد الجهة التانية اللي هو يعني العلمانيين أو المرشحين الآخرين اللي ممكن يكونوا زي ما بيتقال عنهم تبع النظام السابق أو مش تبع النظام السابق أو الفكر لدولة مدنية. ده برضو نفس إحساسي بأنه إحنا برضو واقفين في النص. هو يعني كمان عايز أضيف على ده أنه صح ولا أنا غلطان؟ اسمع كمان الأستاذ علشان أربط لا يعني إحنا كنا عايزين يعني هو أشرف كمان بيدخلنا في نقطة تانية أن الإخوان كانوا بيقولوا أن إحنا مش هيكون لينا أي مرشح لرئاسة الجمهورية، وده اتقال في تصاريح كتيرة جدا بصوت عالي جدا، وبنتفاجئ أنه الإخوان كمان بيعملونا مفاجأة كبيرة جدا وهو ترشح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية مؤخرا. يعني تكملة بس يعني دعيني أبدأ من حيث انتهيت حضرتك. حقيقة يعني من الخطأ أننا نتعامل مع الإخوان كمثلا كدعاة دينيين أو كأنبياء. يعني الإخوان هم فصيل سياسي موجود في المجتمع بدليل أن لهم ذراع سياسي اسمه حزب الحرية والعدالة، وبالتالي من الطبيعي لأي قوة سياسية أن تصدر قرارا معينا ثم تعيد حساباتها مرة أخرى وتتراجع عن هذا القرار. يعني إذا كان هذا الموقف فكرة أنهم أعلنوا أننا لن نرشح ثم عادوا ورشحوا لو كان صدر من حزب الوفد أو حزب التجمع أو حزب المصريين الأحرار، لا أتصور أن هذا الجدل كان يثور، وإنما الشارع المصري لا زال ينظر إلى الإخوان من خلفية دينية أو من منظور ديني، أن هذه جماعة دينية دعوية. يا جماعة الآن الإخوان صاروا جزءا من النظام السياسي وأصبح لهم حزب سياسي وصاروا جزءا من العملية السياسية، وهي حركة الآن سياسية لا يمكن أن أنظر إليها على أنها حركة دعوية، وإنما هي الآن حركة سياسية لها مشروع سياسي وبرنامج سياسي، وبالتالي من الطبيعي. وحضرتك يعني دلوقتي عملت مقارنة، هل ده معنى احنا مهولين الموضوع او مدينه حجم اكبر من حجمه؟ يعني غالبا الرؤية الدينية والاخلاقية طغت على تقييم حضرتك وانا وناس كتير جدا في الشارع المصري. يعني ليس فقط سؤال حضرتك او رؤية البرنامج، وانما الشارع المصري ده حتى الرأي العام العالمي تعامل مع موقف الاخوان وكأنهم حركة دينية او حزب ديني، وتجاهل تماما انهم حزب سياسي وجماعة سياسية لها مشروع سياسي. وفي السياسة فكرة أن تصدر قرارا وتتراجع عنه مرة أخرى أمر طبيعي جدا، وتغيير المواقف السياسية بدليل أن الدول تغير مواقفها وتتراجع عن مواقفها. الإخوان كذلك، المشكلة أن الجميع لا زال ينظر إلى الإخوان على أنهم مشايخ وليسوا ساسة، وهذا هو الذي يحدث هذا اللغط، وبالتالي الأمر طبيعي جدا. وأنا شخصيا لم أكن أتصور أن الإخوان سوف يتمسكون بفكرة عدم تقديم مرشح رئاسي. ما إن شعر الإخوان أن البرلمان الذي يعني يمتلكون فيه الأغلبية ليس له صلاحيات حقيقية، وبما أنهم لا يستطيعون سحب الثقة من الحكومة وليس لهم تمثيل قوي داخل الحكومة، تصورت أنهم فورا سوف يتقدمون بمرشح رئاسي في محاولة للبحث عن التمكين. جماعة الإخوان بعد طول إقصاء تتطلع إلى فكرة التمكين، وهم يريدون استثمار الغالبية التي حصلوا عليها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتعزيز موقعهم داخل السلطة. على فكرة هو مش من منطلق ديني بس، هو منطلق أن الناس طول الوقت عندها إحساس أن الناس دي مراوغة.
يعني دايما بيراوغوا، دايما بيقولوا حاجه وبعدين يرجعوا مش عارفه ايه عشان يبقى تبقى حاجه لمصلحتهم. ما دي اسمها السياسه بالضبط. يعني هو ده اللي انا كنت هقوله، حتى حضرتك فكره المراوغه هي السياسه. هي المشكله حضرتك ان الناس بتنظر الى الاخوان المسلمين على انهم مشايخ بعمائم وليسوا ساسه، هي دي المشكله، بدليل انهم ممكن يتقبلوا اي موقف يصدر من الاخوان المسلمين من اي حزب تاني، ولكن لو صدر من الاخوان المسلمين الله، هم الجماعه دول مش مشايخ، هم قالوا كلمه ورجعوا فيها ليه؟ لان هي دي السياسه، وان السياسي غالبا ما يغير مواقفه بسهوله. المشكلة أن الشارع لا زال ينظر للإخوان عين سياسية وعين دينية وأخلاقية، ولكن حينما نقيم أي فعل سياسي أو سلوك سياسي علينا أن ننحي جانبا العوامل الدينية والأخلاقية. وأتصور أن جماعة الإخوان المسلمين حينما قررت أن تخترق معترك السياسة منذ أربعينيات القرن الماضي وليس هذه الأيام فقط، وإنما حتى حسن البنا كان دخل في جدال مع مصطفى باشا النحاس عن فكرة المشاركة السياسية وهل نحن جماعة دعوية أم جماعة سياسية، أتصور أن جماعة الإخوان حسموا موقفهم بأنهم جماعة سياسية ولهم ذراع سياسي ومشروع سياسي، وبالتالي لا يجب أن نقف طويلا أمام فكرة التراجع عن موقف الترشح من عدم الترشح. الجماعة قدمت مبررات، ولكن في تصوري أنها ليست في حاجة إلى تقديم المبررات إذا ما نظرنا إليها على أنها جماعة سياسية لها مشروع سياسي تتصرف من منطلق سياسي. دكتور، الأستاذ خيرت الشاطر هو كان نائب المرشد، كويس؟ نعم. وفي نفس الوقت أقاويل كتير في الشارع وفي الجهات السياسية يعني بتقول إن هو المحرك الاقتصادي الرئيسي تقريبا في فلوس الجماعة. نعم. والاشتراكات وكده، يعني اللي هو الكلام اللي بيتقال ده يعني. ده مش بس الاشتراكات، ده الفلوس اللي بتيجي من بره. آه تمام، يعني أنا مش عايز أقول كده دلوقتي، خلينا واحدة واحدة. إزاي الراجل ده ممكن يبقى رئيس جمهوريتي، جمهورية مصر العربية، مصر الحبيبة يعني، ويبقى ممكن يبقى واخد أوامره من المرشد؟ هل إحنا رايحين لإيران؟ دي نقطة مفصلية الحقيقة في غاية الخطورة والأهمية. ودايما من أول ما ظهر حزب الحرية والعدالة كنا نطالب بضرورة فض الاشتباك أو فك الارتباط ما بين جماعة الإخوان المسلمين وبين حزب الحرية والعدالة. حتى مسمى الذراع السياسي لجماعة الإخوان، أنا كنت دائما أتحفظ على هذا المسمى، معنى كده أن في ذراع، طالما أن في ذراع سياسي في مفيش كيان بذراع واحد، يعني أكيد في أكثر من ذراع. ما هنلاقي ذراع عسكري؟ هل هنلاقي ذراع آخر معرفش مثلا ثقافي؟ وبالتالي يجب فض الاشتباك ما بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. على هذه الجماعة أن تسعى للتسجيل في وزارة الشؤون الاجتماعية بحيث أنها تكون جماعة دعوية، جماعة ثقافية، جماعة فكرية أيما كانت، وأن لا يكون هناك علاقة مباشرة ما بين الجماعة والحزب، وأن يمارس الحزب دوره السياسي بشكل مستقل تماما ومنعزل عن الجماعة. وإلا زي ما تفضل الأستاذ أشرف في السؤال، هل نكون بصدد إيران جديدة أن يكون الرئيس الدولة ليس الشخص رقم واحد وإنما رقم اثنين أو ثلاثة، لأن هناك من يسبقه في السلطة أو يعلوه في السلطة، لأن إيران المرشد الأعلى هو المتحكم الحقيقي في مسار التفاعلات السياسية الداخلية والخارجية في إيران. نحن لا نريد لمصر أن تكون نموذجا آخر من إيران على الصعيد السياسي، وهذه نقطة غالبا من السابق لأوانه أن نطرحها حاليا لأن الشاطر لم يفز في الانتخابات الرئاسية، ولكن على جماعة الإخوان أن تراجع نفسها بما أنها جماعة سياسية، جماعة مرنة لديها حصافة سياسية قادرة على تغيير المواقف والأقوال والأفعال، عليها أيضا أن تراجع هذا الأمر حتى لا تضع نفسها في مأزق شديد الحساسية، وربما نضطر أو نجد نفسنا بصدد موجة ثورية جديدة في محاولة للثورة على نظام سياسي يرفضه الجميع، وهو نظام أقرب ما يكون إلى نظام ولاية الفقيه أو نظام ثيوقراطي مثل ما هو الحال في إيران. أيوة، بس في برضو نقطة مهمة جدا، وهي أنه الخلاف اللي كان حاصل ما بين الإخوان الأيام اللي فاتت، ما بين الإخوان والمجلس العسكري، وكانت نتيجته العفو عن خيرت الشاطر وسمح له بدخول الانتخابات الرئاسية، خلت بقى ناس كتير جدا تتخيل انه اصلا ما كانش فيه خلاف، يعني ما كانش فيه اصلا في بينهم اي مشكله، انه ممكن ده يكون سيناريو محطوط. حضرتك في السياسه لا صداقه دائمه ولا عداء دائم. تمام. الان المجلس الاعلى للقوات المسلحه يمارس دورا سياسيا لانه يقوم بدور رئيس الجمهوريه حسبما هو متفق الان في المرحله الانتقاليه وحسب الاعلان الدستوري، وبالتالي نحن نتكلم عن قوه سياسيه من جهه وهي المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وقوه سياسيه على الجانب الاخر هي جماعه الاخوان المسلمين. طالما ان السياسه لا تعرف الصداقه الدائمه ولا تعرف العداء الدائم، فمن الخطا ايضا التصور بان الاخوان في بصدد مشكله او مواجهه او صراع مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه.
أكبر قوتين سياسيتين حقيقيتين في المشهد المصري حاليا هم التيار الإسلامي بشقيه الإخواني والسلفي من جهة، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة من جهة أخرى. لن يكون هناك برلمان فاعل من دون تنسيق ما بين الطرفين، ولن يكون هناك حكومة فاعلة من دون تنسيق بين الطرفين، ولن يكون هناك رئيسا لمصر من دون تنسيق ما بين الطرفين. الإخوان المسلمون يعلمون أن القوة القهرية والشرعية الدستورية في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعلم أن الشارع والشعبية الكبيرة هي في يد التيار الإسلامي بشقيه الإخواني والسلفي. كل طرف يدرك قوة الآخر بشكل حقيقي. الإخوان يعلمون أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستطيع أن يغلق الباب تماما أمام العملية السياسية. يعني ببساطة شديدة يمكن أن ينهي العملية السياسية ويهيمن على مقاليد الأمور. وتجربة 54 ماثلة 1954 بين الإخوان ومجلس قيادة الثورة ماثلة، والتهديدات صدرت بشكل واضح من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإخوان في الأيام القليلة الماضية. وبالتالي الإخوان لن يفتعلوا صداما ولن يطوروا المواجهة مع المجلس العسكري إلى مستوى الصدام، حرصا على مكتسباتهم. الإخوان لأول مرة في تاريخهم، وبالمناسبة قد لا تتكرر مرة أخرى ويحصلوا الأغلبية البرلمانية في هذه الانتخابات، هم يريدون الحفاظ على هذه المكتسبات، يريدون التوصل إلى تفاهمات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة تتيح لهم الحصول على أكبر نسبة من الغنائم السياسية. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد حكومة ورئيس يعني يحافظ على مكتسبات الجيش وامتيازات الجيش الاقتصادية والسياسية خلال المرحلة المقبلة. أتصور أن الطرفين يمكن أن يصل إلى نقطة وسط. الإخوان يعني يتمكنون من الحصول على أكبر مستوى ممكن من التمكين السياسي. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحافظ على مكتسباته ويحمي نفسه من أي تدخل من جانب. لما يحصل بقى إيه النتيجة؟ يعني هل النتيجة هي نتيجة سلبية ولا نتيجة إيجابية؟ لما يحصل بقى التنسيق ما بين الشخص او المجلس العسكري او الشخص اللي في ايده المحرك الاحداث، ايه النتيجه؟ هتبقى عامله ازاي؟ النتيجه هتكون ايجابيه على مستوى الاستقرار السياسي، بمعنى ان البلد سوف يكون بها نظام سياسي متكامل، سلطه تشريعيه وتنفيذيه وقضائيه، وربما نستعيد الاستقرار الامني وعجله الاقتصاد تدور. هذا من ناحيه او من منظور الاستقرار. ولكن من منظور الثورة لا أتصور أن النتيجة ستكون إيجابية، لأن الصفقات السياسية من شأنها أن تشكل مصادرة على رؤية الثوار ورؤية الشارع، كما أن أهداف الثورة يمكن أن تضيع بشكل أو بآخر خلال هذه الصفقة. مطالب الثورة كانت أشمل وأعمق بكثير، تطال فئات سياسية واجتماعية عديدة، ولكن أن يصبح الإخوان المسلمون أو أي تيار سياسي آخر محتكرا للمشهد السياسي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، غالبا سيغيب شباب الثورة، ستغيب أحزاب مدنية عديدة، ونستبدل هيمنة الحزب الوطني الذي انحل بعد الثورة بفصيل سياسي آخر وهو تيار الإخوان المسلمين. صحيح أن في فارق ما بين الحزب الوطني والإخوان، ولكن سوف ندور في حلقة مفرغة من سيطرة تيار سياسي واحد على المشهد السياسي، وهذا ما كنا لا نريده بعد الثورة، بحيث يكون هناك تنوع في الحياة السياسية ويكون هناك تداول للسلطة بين قوى سياسية مختلفة. دكتور، السيناريو اللي حضرتك كنتوا بتتكلموا فيه انت وصار دلوقتي حالا، وهو سيناريو بما ملخصه كده ان في اتفاقية ما بين الإخوان المسلمين وبين العسكر او المجلس العسكري. احنا يعني ما قلناش صراحة ان في اتفاقية يعني. لا، ما هو كل التحليلات اللي احنا عمالين نقولها دي انه طلعوا من السجن وقال لك خلاص ما فيش احكام وما فيش عارف ايه ورشح نفسك يا باشا للبتاع. وبعدين امبارح واحد من المسؤولين في اليوم السابع كان على احد القنوات بيقول لك ده خيرت الشاطر، ده أستاذ خيرت الشاطر هو الوسيط ما بين الإخوان المسلمين وبين أساسا المجلس العسكري أو الجيش، يعني هو أساسا اللي ما بينهم وبين حتى بعض. حتى من أيام نظام مبارك ده مش تمام بس يعني. تمام. فيعني طب بما أن السيناريو ده يا جماعة كلنا عمالين نتكلم فيه، وما احنا داخلين على الانتخابات ليه؟ يعني واجعين دماغنا ليه بقى بأن احنا يلا يا أستاذ يعني مش عارف مين والعلمانيين ودولة مدنية يعني طب احنا واجعين دماغنا ليه طيب ان احنا نعمل انتخابات بما ان هو ده السيناريو اللي احنا كلنا بنتكلم فيه؟ شوف اقول لحضرتك حاجه، اولا الصفقات هي جزء من العمليه السياسيه في اي نظام سياسي في العالم، يعني نحن لسنا بدعا من دول العالم في مساله الصفقات السياسيه، دي موجوده في كل دول العالم تقريبا، هذه واحده. ثانيا مساله يعني ليه احنا بنعمل ده وليه بيبدو المشهد السياسي فيه تنافس في حين ان هناك ترتيبات وتفاهمات وصفقات من تحت الطاوله؟ يعني غالبا التجربة جديدة، نحن بصدد أول انتخابات رئاسية تعددية تنافسية في تاريخ مصر، لم يكن هناك اختيار لرئيس الجمهورية من قبل، وبالتالي كل فئة اجتماعية أو سياسية قلقة من مستقبل أو شكل الدولة في ضوء هذا الرئيس الجديد، لتعلم أنه ليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط هو الذي يرتابه قلق من شكل الرئاسة الجديدة أو شكل الدولة الجديدة، هل هي مدنية أم عسكرية أم مختلطة.
كل هذه الامور يعني يتوجس منها المجلس الاعلى للقوات المسلحه حول دور الجيش وامتيازات الجيش ومكانه الجيش في الدستور الجديد وفي الدوله الجديده. على الجانب الاخر جماعه الاخوان المسلمين والسلفيون ايضا لديهم قلق كبير من الرئيس القادم لمصر كيف سيتعامل مع التيارات الدينيه. لنفترض انه رئيس مدني علماني مثلاً. هل سوف يعيد التيارات الاسلاميه الى وضع المحظوره الى ما كانت عليه قبل الثوره؟ هل يضيق عليها؟ هل سيفتح الباب امام دوله مدنيه علمانيه ويجعل هذه القوى متشرنقه مره اخرى؟ وبالتالي هناك مخاوف. المسيحيون مثلا لديهم مخاوف من شكل الرئيس القادم. هل سيكون ذو خلفيه اسلاميه ام هل سيكون مدنيا علمانيا يتقبل ويمنح مزيد من الامتيازات او الحقوق السياسية والمدنية للجماعة المسيحية في مصر؟ كل فئة سياسية تتخوف من الرئيس القادم، لأننا في مصر مهما تحدثنا عن نظام برلماني، نظام رئاسي، نظام مختلط، لابد وسيكون لرئيس الجمهورية دور محوري في هذا النظام السياسي. لذلك الكل متخوف من شكل هذا الرئيس. ومن هنا يأتي مسألة عقد الصفقات، يأتي مسألة التخوف، يأتي مسألة محاولة البحث عن رئيس توافقي. كل هذه الأمور تبرر المخاوف. وبالمناسبة لن يحدث ذلك إلا في هذه الانتخابات فقط. بعد 5 سنوات حينما يكون لدينا رئيس جديد، الانتخابات سوف تمضي بشكل طبيعي جدا، لأن معالم الدولة وهوية الدولة ومؤسسات الدولة أرسيت بشكل مقنع للجميع. أما لأنها المرة الأولى، كل هذه المخاوف مشروعة وطبيعية. طب معلش دكتور، اتفضل. عندي سؤال نفسي كده نتخيله مع بعض، بما أن احنا كلنا بنتكلم عن السيناريوهات اللي ممكن تحصل. احنا كلنا متفقين أنه رئيس الجمهورية اللي جاي لي 4 سنوات، عجبنا عجبنا، ما عجبناش اتفضل حضرتك يجي واحد غيره، صح ولا أنا غلطان؟ لا تمام. تمام. هل تفتكر لو الإسلاميين أو التيار الإسلامي مسك مصر هيمشي؟ يعني أنا هاخد وهو عمال عينيه على الدستور بشكل غير طبيعي؟ أنا عاوز أخد من كلام حضرتك وأجاوب عليك. يعني طبيعي ان الرئيس الجاي 4 سنين وهيمشي. وبالمناسبه الرئيس القادم يعني هو من حقه يقعد فترتين، ولكنه لن يمكث فترتين في الحكم، لان هذا الرئيس مش عايز اقول رئيس توافقي، ولكن هو رئيس الانتقالي في مرحله. أيوة. انتقاليه. نريد ان نتفق، هي دي المرحله الانتقاليه بجد. بالضبط. ونرسل عائم الدوله، وبعد كده العجله تدور بشكل طبيعي. سواء الاخوان المسلمون او السلفيين او اي رئيس سوف ياتي مهما كانت خلفيته او اي تيار سياسي مسيطر، لن يكون له متعه او صلاحيه البقاء في السلطه الى مدى غير محدود. هنا يظهر دور ما تكلمناش عنه خالص، هو دور الشارع. مش هقول دور الميدان، لأن ميدان التحرير ليس هو كل مصر وليس هو المعبر الوحيد عن الشارع المصري. دور الشارع المصري فيما مضى كنا نتجاهل دور الشارع ونقول ماذا يريد الجيش، ماذا يريد رئيس الجمهورية، ماذا يريد الحزب الوطني. الآن بعد الثورة نسأل ماذا يريد الشارع. الدستور اللي حضرتك بتتكلم عنه لن يتم إقراره إلا بعد استفتاء شعب عليه، وبعد أن يقول الشارع كلمته. الرئيس اللي حضرتك بتتكلم عنه، سواء كان عمر سليمان، سواء كان خيرت الشاطر، سواء كان غيرهما، لن يأتي رئيس للبلاد إلا بعد أن يوافق الشعب عليه في انتخابات حرة ونزيهة. طب هو لو خيرت الشاطر وهو له علاقة طبعا بأردوغان، يعني ممكن ياخد منه حاجة، يعني يتعلم منه حاجة يطبقها هنا في مصر ولا إيه؟ ده حضرتك بقى نقلتينا لفكرة تانية. لا يعني سريعا بس يعني كده. إذا ما نجح خيرت الشاطر في الانتخابات، يعني فكرة استلهام النموذج التركي. الحقيقة أن النموذج التركي ماثل لكل التيارات الإسلامية في العالم العربي، لا سيما في تونس ومصر. هم يريدون أن يستلهموا تجربة حزب العدالة والتنمية وتجربة أردوغان. ولكن الإخوان المسلمون بحاجة إلى مراجعة بعض المبادئ الفكرية والسياسية لديهم حتى يمكن الاستفادة من النموذج التركي، ولو أن النماذج لا تستنسخ. يعني لا يمكن أن نستنسخ أردوغان بخيرة الشاطر، ولا يمكن أن نستنسخ حزب العدالة والتنمية في تركيا بحزب الحرية والعدالة، رغم أنه حاول أنه يختار اسم قريب من مسمى حزب العدالة والتنمية في تركيا، الحرية العدالة، فمتقارب يعني. ولكن في النهاية إذا ما نجح خيرت الشاطر وحزب العدالة في الحرية والعدالة في مصر في استلهام تجربة حزب العدالة في تركيا وحقق نفس النجاحات الاقتصادية والسياسية، أتصور أن ذلك سيكون إنجاز كبير لمصر ولجماعة الإخوان المسلمين ولحزب الحرية والعدالة. ولكن على حزب الحرية والعدالة في مصر أن يتحرر أولا من التبعية لجماعة الإخوان المسلمين، وأن يفك الارتباط مع هذه الجماعة حتى يستطيع أن يحلق بحرية في فضاءات سياسية واقتصادية أرحب. في مشهد هنا في أشرف بيعرف. بس أشرف مش عاجبه الكلام. مش لا ما والله بيني وبينك الأيام. لا يعني مش هيعرف. مش هيعرف يفك من الإخوان المسلمين. مش هيعرف. دعنا لا نصادر. دعنا لا نصادر على المستقبل. الأساس يعني هو السمع والطاعة. والأساس هو بناء إمبراطورية للإخوان المسلمين في العالم العربي. ولكني أتصور أنا في تصوري أن الإخوان المسلمين سوف تشهد حراكا سياسيا واجتماعيا وجيليا مهما في الفترة المقبلة، ويمكن ترشح عبد المنعم الفتوح وانحياز شباب الجماعة إليه الحقيقة، وبخروج بعض العناصر المستنيرة من الجماعة، الجماعة بصدد إعادة هيكلة في المرحلة المقبلة، وإلا سوف تتعرض لتصدعات حقيقية في الداخل ربما تؤدي إلى ظهور تيار سياسي
جديد او حزب سياسي جديد من داخل حزب الحريه والعداله، او ربما يفضي ذلك في النهايه الى انشقاق حزب الحريه والعداله وانهاء التبعيه والارتباط بالجماعه الام. يعني في تصوري ان جماعه الاخوان سوف تشهد حراكا مهما خلال المرحله المقبله، سواء فاز خيرت الشاطر بالانتخابات الرئاسيه او لم يفز، نحن بصدد اعاده قراءه جديده لجماعه الاخوان المسلمين في مرحله ما بعد الثوره. مين متخيل او متصور كده ان هو هيوصل لمرحله الاعاده؟ اذا لم يترشح عمر سليمان او لم يزج الجيش بمرشح رئاسي جديد، اتصور ان وفقا للمشهد اللي موجود حاليا الاعاده ان لم يكن هناك مرشح من قبل المؤسسه العسكريه ستكون ما بين حازم صلاح ابو اسماعيل وعبد المنعم ابو الفتوح وخيرت الشاطر. هم المفروض يبقوا اثنين بس مش ثلاثه، يعني هم دول اكثر ثلاثه متنافسين، ولكن لو حصل في اعاده اتصور انها تكون ما بين خير الا يرشح الجيش مرشحا خيرت الشاطر وحازم صلاح ابو اسماعيل. طيب يعني ماشي. بكده بقى نشكر دكتور بشير النهارده على وجودك معانا النهارده، نورتنا الحقيقه بجد، والحوار معاك كان ممتع جدا. شكرا لحضرتك. اشكرك جدا. مشاهدينا قبل ما نروح الفقره اللي جايه على طول هيكون معانا تقرير، التقرير ده عن حفل توزيع جوائز القصه القصيره. اقامت ساقيه الساوي حفل توزيع جوائز القصه القصيره جدا اللي هي ما بتتجاوزش ال 20 سطر، وده بحضور عدد من النقاد والمهتمين بالقصه القصيره. نشوف التقرير من جامعه.